قلت في هذه الأشرطة لك بأن بعد روتيني اليومي جاء الدور على روتيني الفكري. صح. في إطار الرد على موجة التشكيك. صحيح. إيش كتقصد بهذا القول يمكن؟ ولأن دابا هذا تعري وهذا تعري في الحقيقة، هذا انفضاح وهذا انفضاح. دابا الناس ملي كيشدوا هاد الأمور المقدسات والتوابيت وبداو يسخروا منها علنا أمام الناس، أمام الملايين للمشاهدات، فهذه يعني فضيحة. هذا انفضاح وكشف ديال نقولوا كشف المستور، يعني خصوصا ملي كيتكلموا عن جهل وعن عدم دراية ويبداو يروجوا أن كما قلت يعني راح الناس العلماء في ديورهم وهادو جالس مصد عن مصد عن مصد عن البلاد كأنهم هما اللي كاينين. وانا هذه زعما بكل صراحه الا كنا كنتكلموا على صوره المغرب، دابا المغرب كيشتغل على الصوره ديالو، وهذا راه يسعى الى الصوره الدبلوماسيه للمغرب ثقافيا ودبلوماسيا، لان العلاقات الخارجيه ماشي علاقات سياسيه واقتصاديه، كاين علاقات ثقافيه، كاين الصوره. دابا الدول لعبه على ليماج، الصوره خطيره. الصوره خطيره. كاين دابا اسبانيا حدانا سنويا عندهم واحد المركز سميتو مركز الكانو، المركز الملكي للابحاث، سنويا عنده تقرير خاص بالصوره ديال اسبانيا في العالم وفي امريكا اللاتينيه. الصوره الان راه عمل. دابا انت هاد الناس ملي كيخرجوا هما اللي مغطيين هاد ما يسمى النقاش بين قوسين، وراه ما كاين لي نقاش لا والو، ان هذا مونولوج الناس كتهضر مع راسهم. انا كنستغرب واحد كيجي كيقيل يسجل كيقول حنا مع النقاش، اين نقاش؟ انت مع البورطابل لا ماشي مع النقاش، وراه ما هذا راه مشكل. دابا كنقارن هاد الناس غير مع مصر. دابا مصر كتلقى واحد يعني حمق حمق كاع بحال شي واحد كيسميوه رشيد ولا كذا هادي، ومع ذلك كيجي البلاطو كيجي كيتناقش والناس باش يعرفوا. دابا هادو لا، دابا شنو هادو؟ دابا كيضرك وكيضرك بالحجر، ماشي خص نقاش باش الناس يعرفوا. ما يكونش دابا هادو إذن حاسين بأن ما يملكونه وما يقولونه ليس صحيحا ومرفوض من الناس، هم يعرفون انه مرفوض من المغاربه، ولذلك هم ما قادرش يجيو للنقاش. ربما عندهم متابعات ياسين مع السي مصطفى بن حمزه ومع العلماء ومع الباحثين ومع كذا، ويجلسوا ويخلقوا نقاشات في هذا الشيء. ما قادرينش